استكمالا لمسيرة الأمن والاستقرار والتنمية على أرض محافظة شمال سيناء، شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء المرحلة النهائية لمهرجان الهجن بمدينة العريش وتوزيع الجوائز على الفائزين في نهاية السباق. الهجن وأصبحت رياضة ورياضة مشهورة. هي كشاهد عيان أول من واكب هذه الفكرة وتوجيهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا يعني من هنا بندي سيادته رسالة ونطمنه على التطوير اللي حصل في الهجن، لكن الأهم النظرة العميقة الأكبر شوية هي رسالة الأمن والسلام من أهل مصر في العريش. الأرض اللي تمت فيها كل الحروب تكون أرض القبائل العربية وليس أي حد من البشر عشان يتحملوا هذا. ويمكن أنا يعني بتاريخي في هذه المحافظة وبكل ما درسته أرى أن أحد أسباب الانتصار سواء في الحروب أو في حروب الإرهاب هو الحفاظ على العادات والتقاليد. شهد مهرجان الهجن مجموعة من السباقات حيث تنافست أجود أنواع الإبل من مختلف محافظات مصر. الجمل ده صغير من عمره من سنة وإحنا بندرب فيه وبنفضل ندرب فيه ندرب فيه لحديت لما يجيب الرقم القياسي اللي إحنا عاوزينه. عندنا مركز أول على شوط الضرائب قوي ضبعان عندنا، ودي أجمل عندنا دي اللي إحنا بندخل نتشرف فيها حتى في السباق. مبسوط الحمد لله وفرحان أكبر فرحة جدا يعني في الفوز النهاردة. تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من مختلف الفئات في ختام السباقات تعلن عن نجاح هذه النسخة من المهرجان وإرسال رسالة سلام ومحبة إلى العالم من مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء. من محافظة شمال سيناء عبد الحميد صقر، النيل للأخبار.